طيب زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة النهاردة قلنا الأهلي عنده طبعا منافسات مهمة جدا في الدوري، كمان عايزين نشوف المشهد العالمي رايح فين كده من حركة طبعا الانتقالات. هنفتح كل الملفات دي وأكتر مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد القادر السعيد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح النور. بونجور. صباح النور. منورنا وسعداء بوجودك معانا. اهلا بحضرتك. انا سعيد دايما موجود معاكم ومع طبعا كل جمهور ومشاهدي قناه النادي الاهلي. الله يخليك، منور قناه الاهلي. بص تعالى نبتدي الاول محليا وبعد كده نروح معاك بقى نشوف الدنيا حاصل فيها ايه على المستوى العالمي. محليا انت عندك مبدئيا كده بكره ان شاء الله النادي الاهلي عنده ماتش مع حرس الحدود، وكلنا عارفين ان حرس الحدود هبط بالفعل للدرجه الثانيه. فكره ان انت هتلاعب فريق جريح وهبط الدرجة الثانية حلوة جريح. ما هو ده في نزيف من الألم. صح. ليه بقى؟ لأن في ناس كتير ممكن تقول لك إن في الحالة دي أنت بتلعب فريق مش مأمون العواقب، ما عندوش حاجة يخسرها أكتر من كده، ممكن يبقى عايز يعمل مباراة للتاريخ حتى لإثبات الذات قدام نفسهم، فممكن تبقى مباراة بكرة صعبة مش سهلة زي ما كتير من الناس متخيلة، ولا أنت شايف الحكاية إزاي؟ هو دايما كمان بغض النظر عن الحاله اللي فيها حرس الحدود، المباراه اللي بتبقى بعد البطوله وبعد الاحتفالات وبعد الفرحه الكبيره اللي بيمر بيها اي فريق بيحصل عاده فيها دروب، يعني حتى حصل في اوروبا مانشستر سيتي بعد ما فاز بلقب الدوري الانجليزي الماتش اللي بعديه على طول تعثر في الدوري الانجليزي وما قدمش الاداء اللي مطلوب منه. بيب جوارديولا وقتها قال لان الاحتفالات كانت زياده عن اللزوم واحنا بقى لنا 3 ايام بنحتفل وبنرقص ويعني مش في المود. طبعا ده اللي حصل، كانتهم عاديه برضه بالظبط، هو الراجل قال لك احنا استهلكنا كميات كبيره من اللي انت فاهمه بالظبط، يعني خربوا الدنيا احتفالات فطبيعي ان الماتش اللي بعديها ما يبقوش قد كده، مش شايفين طبعا في الملعب. لكن الحمد لله ما عندناش الكلام ده في النادي الاهلي، لكن فكره الانشغال بالفرحه. ولكن الحقيقه انا امبارح يعني كنت شفت لقاء مثلا محمد الشناوي بيتكلم عن ازاي بيفصل بعد مباراه، كل مباراه وكل بطوله للمباراه اللي بعديها، وده قائد النادي الاهلي وده اللي دايما بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي بيقول لهم ان ازاي ان هم موجودين في النادي الاهلي، فانت كسبت النهارده الماتش تاني يوم ما تفكرش في اللي فات، فكر في اللي جاي. فدي الحقيقه ميزه مهمه جدا في النادي الاهلي، ودي لو مش موجوده في النادي الاهلي ما كناش هنشوف هذا النجاح الكاسح اللي بنشوفه السنه دي، اللي ان شاء الله لسه هيكمل كمان بالمزيد من البطولات. يمكن مارسيل كولر ما خسرش حاجه حتى الان ما شاء الله، يعني مدرب السويسري للنادي الاهلي ولسه عنده بطوله الدوري قريب جدا جدا من حسمها، لان انت عندك فرق نقطتين بس مع بيراميدز المتصدر مؤقتا يعني. بالظبط، انت تفوز في 5 بس، لعب 6 ماتشات اقل كمان من بيراميدز، وبالتالي هو اللي فاضل كله 10 ماتشات لنهايه الدوري. مزبوط. فالاهلي لو حاول يخسر الدوري مش هيعرف يخسر الدوري بهذا الشكل يعني، فان شاء الله يكون في اداء جيد اولا امام حرس الحدود. الجمهور محتاج يفضل فرحان، وهو مش هيفضل فرحان لو شاف ان الاداء تراجع او ان الاهلي تعثر مره تانية في بطوله الدوري. انا اعتقد ان يعني 90% او اكتر كمان من جمهور الاهلي واثق ان النادي الاهلي يحسم بطوله الدوري السنه دي، لان باينه من اول الموسم يعني. النادي الاهلي في الدوري بيبان من اول السيزون، لو النادي الاهلي مركز والنادي الاهلي متصدر خلاص يعني الجمهور بيبقى عارف ان الموضوع شبه منتهي حتى من اول 4-5 اسابيع، عكس ما تبقى البدايه متوتره والاهلي بيكسب بصعوبه، لا بيبقى في قلق شويه. لكن الموسم الحالي لا، النادي الاهلي يمكن تفوق حتى على كل الكبار والصغيرين اللي قابلهم في طريقهم، ما خسرش لحد دلوقتي. يمكن مهم جدا النادي الاهلي يعمل دوري اللاهزيمه يجددوا ويكرروا تاني بعد ما كسبوا اكتر من مره، وبالتالي لازم اللاعبين يبقوا مركزين جدا جدا في الماتش بتاع حرس الحدود تحديدا، لان ده اول ماتش بعد الاحتفالات العارمه اللي شفناها، وطبعا لسه مستنيين احتفالات اكبر اللي بنسمع عنها. النادي الاهلي هينظمها طبعا للفريق بوجود كل الكؤوس اللي كسبها الحقيقه مع الفريق الاول، يمكن مستنيين يضيفوا ليهم كمان الدوري المصري ومزيد من البطولات ان شاء الله. انا عندي سؤال، لان ده كان خبر معانا وكريم امبارح كلمنا فيه، كنا بنتكلم عن فكره ان في 7 دوريات عربيه لسه لم تحسم، مع ان العالم كله حسم الدوريات بتاعته والراحه هتبتدي علشان الميركاتو الصيفي ياخد يعني برضو وضعه وياخد الوقت اللي هو متاح ليه، لكن احنا الوضع عندنا ما زال يعني مختلف خلينا نقولها من الدوري المصري طبعا. فهل في حل يعني بمنتهى البساطه؟ بمنتهى البساطه لا. يعني ودي اجابه كويسه بليغه جدا، اجابه شايف ان في حل موضوع مش محتاج. اصل خلي بالك احنا الكلام ده من وانا صغير وانا بتفرج على القناه الثالثه زمان والقناه الثانيه نفس الكلام نفس الحدوته نفس الكلام ومفيش حل. ايام القناه الثالثه زمان والناس بتتغير، ما كانش في برامج رياضيه ساعتها، المشاكل هي نفس المشاكل ونفس الازمات. طب نجيب مدرب اجنبي للمنتخب، طب فتره اعداد هتبقى كافيه ولا لا؟ يمكن دلوقتي الموضوع بقى اكبر كمان لما البطولات زادت وابتدينا نشوف النادي الاهلي بيعمل مشكله كل سنه انه بيروح كاس العالم للانديه فبيتاجلوا ماتشات كتير. طبعا
طب هل مثلا ريال مدريد ما بيروحش كاس العالم للانديه؟ هل مانشستر سيتي مش هيروح كاس العالم للانديه؟ هنشوف الدوري الانجليزي بقى في فريق لعب اقل 6-7 ماتشات من الفريق الثاني؟ مش بيحصل. صحيح. لان الناس هناك عارفه هي بتعمل ايه. الناس هناك عارفه ان يوم الثلاث والاربع كل اسبوع في دوري ابطال اوروبا. اذا مش هنحط ماتشات لريال مدريد او مانشستر سيتي او اي فريق بيشارك في كاس العالم للانديه مثلا الثلاث والاربع او في دوري ابطال اوروبا عفوا الثلاث والاربع. هنا دلوقتي الاتحاد الافريقي عامل لنا الجمعه والسبت يعني يعني هو بيحاول يسهل عليك كمان. عمالك الجمعه والسبت ماتشات دوري الابطال، فانت ما تجيش تحط ماتشات الدوري المصري مثلا يوم الاثنين يعني. صحيح. بيبقى الفريق لاعب السبت تروح انت ملعبه الاثنين، فيقول لك يكتشف فجاه ان لا ده ما ينفعش النادي الاهلي يبقى مثلا جاي من جنوب افريقيا ويلعب يوم الاثنين. تبقى مفاجاه ليه دايما. مفاجاه طبعا. يعني حتى كان في تصريح غريب، احنا شعب بيتفاجئ بان رمضان جه على فكره. يعني احنا عندنا دايما التوجه ده، ونفسي افهم ليه. يعني انت من شويه قلت ايه؟ قلت من وانا صغير طبعا. الايام ما كانش في هذا الكم الوافر من برامج الرياضيه، وكانت الناس بتتغير لكن المشاكل هي هي. صح. ليه المشاكل هي هي؟ استمراريه المشاكل في مصلحه مع ان الاسماء بتختلف. يعني ايه المشكله فين؟ الاسماء بتختلف لكن الفكره ما بيختلفش. يعني نفس الافكار هي هي، نفس الفكره لا تموت. الاسلوب هو هو، يعني الاسلوب اللي شغالين بيه من 20 و30 و50 سنه. يمكن حتى لو فتحت الارشيف بتاع ما وضحناش حاجه، يعني ما حققناش من خلاله حاجه. ما فيش حد من العقلاء على مدار ال50 سنه اللي فاتوا قال لك يا اخوانا الموضوع ممكن يتحل بالطريقه الفلانيه او العلانيه.